اصحاب الاقطاعيه نفسهم، ما انت خلي بالك انا بيتكلم في 500 سنه، ما بيتكلمش في اربع خمس ايام ولا في سنتين ثلاثه. فتخيل نفسك صاحب اقطاعيه، الواد العبيد اللي كان عندك دول، انت بتقول كده بنفسك يعني، انا بتلفظ بالفاظه يعني بس بالعاميه المصريه، تمام. الواد ده كان شغال عندي الاسبوع اللي فات من صبياني، ده بقى ملك تجاره دلوقتي، ده والله التجاره دي بيجيب فلوس. طب ما ابيع انا الارض بقى والوش ده كله واروح اشتري كده يعني، والوش ده واروح انا كمان اشتري تجاره واشتغل. بدا اصحاب الاملاك نفسهم يبيعوا، بدات الكنيسه نفسها تتنازل عن جزء من افكارها، تمام، وجزء من ارضها. فبدا بقى الشفت، التغيير والتحول من الافكار الكنسيه بقى، مش كان هو تطور ديني زي ما كان بيقول لك والاستغناء عن الكنيسه، لا خالص الموضوع ما كانش كده. الكنيسه طلعت فبدات تتنازل، فاتجه اللي كان كان بيتاجر مع الشيطان بقى مع الصديقين والشهداء، قامت قلب على طول، تمام. فبدا تظهر مجموعه من الافكار الكنسيه الجديده التي تتواكب مع هذا العصر. الكنيسه نفسها بدات تتاجر مع العبيد الجدد دول علشان تعمل نوع من انواع التجاره الاكثر ربحا مقارنه بالزراعه التقليديه، لا سيما ان موجات هروب العبيد كان بيقتل فيها عدد كبير جدا منه. موجات التحرر والتطاحم ما بين الاقطاعيات بعضها وبعض كان بيقتل فيها عدد كبير جدا من العبيد. ففي عصور معينه بعض السنوات في النص كده في وسط ال 500 سنه دول كان هناك ندره في العبيد، فاحنا محتاجين الناس ديت وهكذا. المهم اللي حصل في النهايه ان احنا بقى عندنا سلطه الدوله او نوال الدوله المركزيه، تمام، فيها ملك وفيها راسماليه سميت بالراسماليه التجاريه، راسماليه سميت بالراسماليه التجاريه، وفي مناخ حرر من السيطره الدينيه بمفهومهم هم، ما لناش علاقه احنا بيهم يعني، مما يقولون هم، تمام. السيطره الدينيه اللي كانت ايه؟ سيطره الكنيسه على كل ابداع فكري يخلي العبيد يهربوا من الارض، لانه كان اسمه قن الارض، هو اسمه كده قن عبيد الارض، هو شغال في الارض عندي، فانا بكسب من وراه، انا مش عايزه يهرب. يجي يقول لك نيوتن يخترع قوانين جاذبيه، ايه يا ابني انت بتقول ايه؟ احرقه على طول، تمام. فكل افكار ابداعيه ولا علميه جديده يجب ان تقابل بالاباده التامه. فبعد فتره لا خلاص بقى في ملك وبقى في فلوس وبقى في انفاق على الابداع والابتكار، فبدات تظهر الاختراعات الجديده بقى، البخار بقى وبدانا نسحب واحده والكهرباء، تمام، والماكينات اللي تعمل ببخار، ماكينات النسيج وماكينات الخياطه، وبدا العالم يرى وجه جديد. هذا الوجه الجديد بني ايضا، تمام، ودي نقطه في منتهى الاهميه، بني على ايه؟ على فكره التراكم الراسمالي، يعني تراكم الفلوس، حط فلوس على فلوس. التراكم الراسمالي يجي ازاي؟ لو حضرتك عندك مشروع، اي حد فينا عنده مشروع، تمام، هيقدر يوفر في انهي بند من بنود التكاليف؟ البنود تكاليف كتير، بس الله ينور عليك، الحيطه الواطيه بنسميها بالمعادله، الحيطه اللي ممكن ندوس عليها هو العمال، لان هو هينزل السوق لو عنده مصنع ملابس هيشتري القماش بسعر السوق، هيعمل ايه يعني؟ هيعمل حرب عشان يشتري قماش سعره رخيص؟ هيشتري قماش وزراير وخيط وزيه زي الناس. الحاجه الوحيده اللي ممكن يجبتها، تمام، اقصى ما يستطيع هو العمال. ولذلك الفتره بتاع 1700 و1800 الادب الاوروبي كله، البؤساء والفقراء والقصص اللي حضراتكم عارفينها دي كلها، تمام، دي كلها نقل الواقع. واقع ايه؟ ان انا عايز اموت البعض. يشير في الادبات طبعا النظريات الجديده في علم الاداره تقول ريح العامل وجيب له اتوبيس وديه الشغل النظريات القديمه بقى كانت بتطفي على النور، تمام، يعني يقول لك ايه كفايه انت شغال بلمبتين ليه؟ هي كفايه لمبه واحده بس عشان اوفر في الكهرباء يعني، وهكذا. فالآن وصلنا إلى نقطة أننا في ظل تراكم رأسمالي، فانتقلنا من رأسمالية تجارية إلى رأسمالية صناعية. نسيت أقول لحضراتكم أن في النص هنا كان في شيفت، كان في حاجة، كان في فكر. ولذلك أنا بقول لحضراتكم في حاجة اسمها تاريخ أفكار، اللي هي تاريخ نظريات. فالجماعة دول بدأوا بقى إيه؟ مع حضرتك يعني إيه رأسمالية صناعية؟ يعني إيه تصنيع؟ الانتقال من نمط الورشه الفرديه، تمام، اللي هو يعني ترزي غلبان بيعمل له بدله في الاسبوع ولا بدلتين في الاسبوع، الى مقص بالبخار بيعمل له 1000 في اليوم. طب نودي الانتاج ده فين؟ تمام، ده احنا كنا بنبيع البدله بالعافيه يعني. فلابد من منظومه اخرى من الافكار التي تخدم على هذا الانتاج النمطي الكبير، ده انتاج نمطي كبير. فنعمل ايه بقى؟
ايه الفكرة يا جماعة؟ فقالوا ان الفكرة بمنتهى البساطة افتح السوق، الحرية الاقتصادية. وقامت هنا خناقة في الحتة دي، قامت خناقة كبيرة قوي، خناقة ايه؟ فكرية. تمام؟ ايه الخناقة الفكرية؟ ان في دول سبقت لها الثورة الصناعية عن دول اخرى تخلفت في الثورة الصناعية بضع سنوات. يعني انجلترا من بدأت في الثورة الصناعية، تمام؟ لأسباب كتير مش موضوعنا يعني، بس بدأت. وبالتالي من المتخيل، وحضراتكم اكيد دلوقتي معايا لو مشينا بالتدرج ده، اكيد انجلترا اول واحدة قالت ايه؟ افتح السوق، حرية اقتصادية، افتح السوق، ما انا بقى عندي اول انتاج كبير. واكيد اللي عنده صناعات ناشئة متخلفة اللي بيسموها صناعات صغيرة، اول واحد يقول لك ايه؟ اقفل السوق. فظهر نظر اتنين من الايه؟ اتنين من المفكرين، واحد بيقول لك افتح السوق، واحد بيقول لك افتح. الفكرة عندنا بقى كاقتصادي ايه؟ لا افتح ولا اقفل. دلوقتي انا مش عايز اقيم، انا عايز اقول لحضرتك نظرية المصلحة والهيمنة والاستعمار من الاخر، تمام؟ يعني في واحد عمال يقول كتب واحنا عمالين نحفظها للعيال في الجامعات، وهذا الذي يقول كان بيدور على مصلحة بلدهم من الاخر، تمام؟ وهذا الاخر الذي يمنع ويحرم ويحرر ومثل هذه الامور، هو بيدور على مصلحة بلده ولا. فعادي جدا انك تقري حضرتك في تاريخ الفكر الاقتصادي، مش التاريخ الاقتصادي، ان في حجج مؤيدة للحرية الاقتصادية وحجج معارضة للحرية الاقتصادية. وعادي جدا انك انت لما تنطي مع التاريخ قفزات كده بسيطة، هتلاقي فلان اللي كان بريطاني بيجري ويثبت بالحجة الدامغة هي دي عصر الحرية، وفلان اللي كان فرنسي والماني كان يعني عايز يولع فيه. وفجأة خير اللهم اجعله خير، بعد 10-15 سنة الألمان والفرنسيين اللي دخلت عندهم الثورة الصناعية قاموا قلبين هم كمان بتوع حرية اقتصادية، لغاية بقى ما وصلنا ان عملوا مؤسسة عالمية زي البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، آسف، يجبرونا ان احنا نعمل حرية اقتصادية بشكل اتفاقية الجد بقى، والحاجات اللي سمعتوا عنها بعدين دي. هذه الجذور انا بكلم حضراتكم عن ايه؟ ده جذر، ده احنا طالعين كده من ايام العبيد، دول عبيد ولاد لذينه يعني، خلي بالكم انا بكلمكم، دول ما لهمش تمام حاجات كتير، بس ما علينا عشان الكلام بيتسجل يعني. فالفكره زي ما بقول لحضرتك، احنا وصلنا فين؟ احنا وصلنا دلوقتي عند الراسماليه الصناعيه، تمام، والثوره الصناعيه اللي حصلت في انجلترا، وان في خناقه فكريه بتحصل دلوقتي وانتصر فيها. هي المشكله ان في خناقه، عليكم السلام ورحمه الله، وانتصر فيها في النهايه مين بقى؟ عليكم السلام. المتطور اقتصاديا. والنقطة دي، النقطة الزمنية دي هنا نقطة فارقة، تمام؟ لأنه هنا العالم كله بقى أصبح في نوع بقى من أنواع بداية الهيمنة، مش هيمنة استعمارية، اللي هيغلب مين؟ اللي عنده فلوس. ده خلاص كده نقطة ومن أول السطر، لان احنا هنبدا نعد هذه النقطه. شوف احنا بدانا من سنه من القرن ال11، تمام، احنا دلوقتي وصلنا للقرن ال17. في القرن ال17 هنا الجماعه بتوع العبيد دول بيبداوا يهربوا من القرن ال15، تناهم بيبداوا اصلا بيبداوا يهربوا من 11 و12 و13، بس هي على ما وصلوا تكوين شكل الدوله دي كنا وصلنا للقرن ال17. فالقرن ال17 ده على ما ظهر كان بدايه الهيمنه، واللي هي جذر من جذورها او يد من اياديها الموضوع بتاعنا النهارده، سياسات الافكار اللي بتمارسها علينا احنا الدول الاخرى، تمام. طيب نمشي معاهم بقى كمان اكتر من كده، مش بس موضوع، خلي بالك انا قلت حته مهمه في النص كده، عشان نعمل راسماليه صناعيه لابد يبقى في ايه؟ تراكم راسمالي. احفظ الاكيوميوليشن ده مصطلح مهم في الاقتصاد، تراكم راسمالي. جيبه منين؟ اصل الموضوع كبير. فهو عنده التراكم ده يجي من ناحيتين، حته بسيطه كده وسهله بنت حلال يعني، قلناها دلوقتي واحنا قاعدين، ان احنا نضحك على الجماعه اللي قاعدين دول فندوهم نص اجر، تمام، وانا اخد النص، انا كراس مالي صاحب مصنع اخد انا النص الثاني، فانا فلوسي تكتر. المشكله يا جماعه، المشكله في ايه يا جماعه؟ المشكله ان تمرر الينا هذه الفكره الان بمنتهى الاريحيه، ان ده امر طبيعي جدا. اه طبيعي، اللي عنده فلوس هو اللي يعمل مصانع كبيره وبتاع، واللي عنده طب والباقي يعني يموت من الجوع. اه في هنا نقطه بس الفكره جت في دماغي، يعني كانوا زمان اساتذتنا واحنا صغيرين، يعني تعرفين طبعا احكام الزكاه، تمام، كان في فقه العبادات،
انت عارفين اي كتاب فقه فيه تلته كده معاملات يعني، فالمعاملات دي بتاعتنا بتاع الاقتصاد يعني. بس ده فقه، ده اسمه فقه اقتصادي وليس فكر اقتصادي. انا ما بتاع فكر، مش بتاع فقه. فالمهم يعني مش موضوعنا. فيجي في الزكاه يقول لك ايه؟ طبعا يا جماعه المشايخ الله يكرمهم يقعدوا يقولوا احكام الزكاه ثم حكمه الزكاه، مش بتاخد كده في كتاب الفقه يقول لك تعريف في اللغه في الاصطلاح شايف ايه؟ حكمه الزكاه على طول كده، كانوا بيدرسونه في الازهر كده يعني. تمام؟ فيقعد يقول لك بقى حكمه يمين وحكمه شمال. فكان عندنا دكتور اقتصاد اسلامي كده ليس مشهورا على الاطلاق، ولكنه فيقول لك الاتي. يقول لك خلقت موارد الدنيا، موارد الكوكب ده كله على بعضه كده. تمام؟ خلقت موارد الدنيا لكل انسان فيها نصيب متساوي مع اخيه الانسان. يعني على حضرتك نصيب زي بتاعنا بالظبط، ولحضرته نصيب زي بتاع حضرتك بالظبط. تمام؟ ولكن الله في سبحانه وتعالى خلق الانسان متفاوت في القدرات، اللي اذكى واللي اقوى واللي اشطر واللي حرامي وكل حاجه. تمام؟ فمنا من يستطيع، من بني البشر من يستطيع، من يعمل ايه بقى؟ ان ياخذ نصيبه وجزء او كل من نصيب الاخرين. ده ممكن دلوقتي مش بياخده كله بقى زي ما نشوف، ده بياخد 500 واحد في السكيت وعشرات الالاف بقى. وصلنا لإيلون ماسك دلوقتي نطينا نطه حلوه كده. تمام؟ في التاريخ الاقتصادي، فلوصلنا الواحد دلوقتي بقى بكام دوله كده، واحد لوحده، فخد نصيبه حضرته وخد نصيب الاخرين. فبيقول لك ليه الزكاه؟ تمام؟ لكي يعوض ما استفاد به من نصيب حضرتك، يرجع لك بقى. تمام؟ لان هو استفاد بجزء من نصيبك اللي ربنا خلقنا كلنا بالتساوي، فيرجع لك، ويرجع لك بشروط. الشروط بقى اللي احنا حافظينها بتاع الفقه، لا لما يبلغ النصاب ويحول عليه الحول للتاكد من كونه بقى اصبح غنيا، وكلام بالفقه ده. بس الحته اللقطه المهمه ايه؟ ان انا عندي مورد اقتصادي، عندي موارد اقتصاديه، وهذه الموارد الاقتصاديه كلنا متساويين فيه، كلنا ايه؟ متساويين فيه. هذا مناقض تماما للي كنت بقول عليه دلوقتي، التراكم الراسمالي. ده حاجه شمال وده يمين، ده موضوع وده موضوع تاني خالص.